بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 27. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات ذكر الله جل وعلا من أدلة توحيده خلق السماوات والأرض، وأدلة التوحيد كثيرة،
وبراهينه قاطعة، ومنها ومن أهمها الخلق، فإنه لا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الله الخلاق سبحانه، لا أحد يخلق مهما كان، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا أقل شيء، ولو اجتمعوا كلهم، كل من يعبد من دون الله لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، فبطلت عبادتهم لعجزهم. لهذا قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والله تحدى المشركين فقال سبحانه وتعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، قل رأيتم ما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام والملائكة والآدميين، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فالله سبحانه وتعالى تحداهم فلم يجيبوا، ما أحد منهم قال: نعم الصنم الفلاني أو الولي الفلاني خلق كذا وكذا، لأنهم يعلمون أن هذا شيء مستحيل، أن الخلق إنما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه إلا هو. ولهذا جاء في المصورين الذين يصورون الذين يصورون ذوات الأرواح أنهم يوم القيامة يهددهم الله ويجمعهم ويجمع صورهم ويقول لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، لن يستطيعوا ذلك، وهذا من باب التعذيب والتوبيخ لهم والخزي لهم. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة. فالخلق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والذي خلق المخلوقات هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فهذا فيه إبطال الشرك من أصله، وأن المعبودات كلها غير الرب سبحانه غير الله كلها عاجزة. والعاجز كيف يعبد؟ إنما يعبد القادر الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم براهين التوحيد. وذكر في هذه الآيات نموذجا من مخلوقاته، هو خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، وأن المؤمنين استدلوا بذلك على وحدانيته سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات
لأولي الألباب. خلق السماوات سبع والأرض ومن في السماء ومن في الأرض من المخلوقات آية، آيات أي دلالات. الآية هي العلامة على الشيء، فالسماوات والأرض علامات على قدرة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة. إن في خلق السماوات والأرض، هذا واحد. الثاني اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يتعاقبان، يذهب هذا ويأتي هذا، يطول هذا ويقصر هذا، يستويان في بعض فصول السنة ثم يأخذ أحدهما من الآخر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا من أعظم الأدلة على وحدانيته سبحانه. من هو الذي يدبر الليل والنهار وينظم الليل والنهار ولا يختلفان؟ فلا يأتي الليل في محل النهار ولا يأتي النهار في محل الليل أبدا. من الذي نظمها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل المخلوقات والأصنام والمعبودات هل هي التي تنظم الزمان، تنظم الليل والنهار والسنين والشهور والأيام والساعات والدقائق؟ من؟ ثم أيضا نظام الليل والنهار، هذا النظام الدقيق، النظام الدقيق الذي لا يختلف منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا النظام لا يختلف أبدا ولا يتغير. من الذي ضبط وأتقنه إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهو المستحق للعبادة، له لا شريك له. ولهذا قال لآيات أي دلالات وعلامات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته. لكن من الذي ينتفع بهذا؟ لا ينتفع بهذا إلا أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول السليمة التي تفكر وتتدبر هذه الآيات. أما الغافلون وأشباه البهائم الذين لا يفكرون في هذه الأمور فلا تنفعهم هذه البراهين، ولذلك يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ممن لا يخلق شيئا، لأنهم ليس لهم عقول سليمة ولا فطر مستقيمة، لذلك انحطوا وصاروا يعبدون من لا يستحق العبادة ولا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئا. بل بلغ بهم الأمر إلى أنهم يعبدون الأموات في الأضرحة، الأموات الهامدون التراب يعبدونهم من دون الله عز وجل، ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وإن عقول هؤلاء ذهبت، لم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بها، وإلا كيف الحي يعبد الميت؟ سبحان الله.
الحي أقدر من الميت، فكيف يعبد الميت؟ لكن ما في عقول، ما في عقول سليمة، عقول معيشية يأكلون بها ويشربون، لكن ما في عقول سليمة تفكر في هذه المخلوقات وتنتفع بها. قد يكون كثير من الناس يسيرون في الأرض للنزهة والتفرج فقط، ما يسيرون في الأرض للتفكر في مخلوقات الله والاتعاظ والاعتبار، تدبر في هذه المخلوقات، قليل من يفعل هذا إلا أصحاب العقول أولو الألباب، والبقية إنما يتسيحون في الأرض للنزهة فقط. فهذا من العجائب في بني آدم، لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ انتبهوا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هؤلاء هم أولو الألباب، هم العقلاء الذين انتفعوا بعقولهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم، يذكرون الله في كل أحوالهم، لا يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقيل الآية نزلت في صلاة المريض، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قالوا هذا معنى قياما، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والآية عامة لهذا وللقول الأول، الآية عامة لهذا وللقول الأول، فكل منهم أخذ بمعنى من معاني الآية، وهذا يسمونه اختلاف التنوع، ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه واحدة. ثانية: يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في عظمة هذه المخلوقات وما فيها من الآيات، السماوات في ارتفاعها وسعتها وما فيها من الكواكب، ما فيها من الكواكب التي يشاهدونها، وما ينزل الله من السماء من المطر والغيث، يتفكرون في ذلك، في خلق السماوات والأرض وخلق الأرض وما فيها من الجبال وما فيها من السهول والمرتفعات وما فيها من الأودية وما فيها من البحار والأنهار وما فيها من النباتات المختلفة من الأشجار والأعشاب والثمار والزروع، يتفكرون في هذه الأشياء ويستدلون بها على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فيعبدونه وحده لا شريك له، ويقولون
ربنا، هذا دعاء يدعون الله سبحانه وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت السماوات وما فيها والأرض وما فيها، ما خلقته باطلا يعني عبثا، ما خلقتها عبثا، وإنما خلقتها لحكمة عظيمة ودلالة قاطعة على توحيدك وعبادتك وقدرتك التامة، ما خلقت هذا باطلا يعني عبثا، كما قالت جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين فويل للذين كفروا من النار، ويل لهم على هذا الظن، أنهم ظنوا أن الله خلق السماوات والأرض عبث، لا حكمة فيها ولا دلالة فيها، وإنما هي مثل الألعاب التي يلعب بها الأطفال ثم تذهب وتضمحل لا نتيجة لها، بل إنما خلقها الله سبحانه لحكمة عظيمة، منافع الناس، لمنافع الناس ولأجل أن يعتبروا بما فيهما من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثم نزه الله عن ذلك، عن أن يخلق شيئا باطلا وعبثا، سبحانك، وسبحانك هذا تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، فالتسبيح تنزيه، تنزيه لله سبحانه عن العبث والباطل. فقنا عذاب النار، طلبوا منه أن يقيهم من عذاب النار، هذا دعاء، هذا دعاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. فهم دعوا الله أن يحميهم من عذاب النار، لأن من مرت عليه هذه الآيات العظيمة ولم يعتبر بها ولم يتعظ بها فهو من أصحاب النار والعياذ بالله، من أصحاب النار. أما من اعتبر بها وانتفع بها في دينه وعقيدته فهذا من أصحاب الجنة، فقنا عذاب النار يعني وأدخلنا الجنة، لأن من وقاه الله من النار صار من أهل الجنة، فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. لماذا؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أخزيته، فهم استعاذوا من عذاب النار لأنه خزي والعياذ بالله، وعار على أصحابه يوم القيامة، يخزيهم الله أمام الخلائق ويعذبهم في النار. إن تدخل النار فقد أخزيته، قال تعالى ذلك هو الخزي العظيم، قال عن أصحاب النار ذلك هو الخزي العظيم يوم القيامة، حينما يفوز المؤمنون بالجنان والكرامة هؤلاء يهانون في العذاب ودخول النار، وهذا أعظم الخزي، وليس خزيا
عند بعض الناس بل عند الخلائق كلهم يوم القيامة، حينما يحشرهم الله يوم القيامة فإن أصحاب النار يختزون أمام الناس. نسأل الله العافية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين، الله لا يدخل النار إلا الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب، ظلموها. وكذلك أعظم الظلم الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك ظلموا الناس بالاعتداء عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فهم جمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة والعياذ بالله. وما للظالمين من أنصار يوم القيامة لا يجدون من ينصرهم. نعم الظالم في الدنيا قد يجد قوة وقد يجد أنصارا وأعوانا يمنعونه ويحرسونه، لكن في الدار الآخرة ما لها أعوان ولا أنصار. يأتي ربه فردا يوم القيامة، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فيأتي ويأتوننا فردا، ويأتوننا فردا ما معهم شيء من ما كان لهم في الدنيا من السلطة والجنود والأموال والقوة، ما معهم شيء، مجردون، ما معهم إلا أعمالهم. ونحشره يوم القيامة فردا، ما معه شيء من أمور الدنيا، وما للظالمين من أنصار. ثم قالوا، واصلوا الدعاء، فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هو هذا المنادي؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، دعا أرسله الله يدعو إلى الإيمان والتوحيد. فلما سمعوا دعوته آمنوا به، آمنوا به واتبعوه طاعة لله سبحانه وتعالى. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، بخلاف الذين سمعوا هذا المنادي فأعرضوا عنه واستكبروا وتمردوا ولم يؤمنوا. أهل الإيمان آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا يدخل الجنة إلا من آمن بهذا الرسول، لا يدخل الجنة أحد إلا من آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة لا يدخلون الجنة وقد كفروا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله طاعته واتباعه على الجن والإنس، على كافة الناس. فمن آمن به استحق من الله الجزاء الأوفى والجنة والخلود فيها، ومن أعرض عنه استحق النار والعقاب والخسارة الدنيا والآخرة. فمن كان يريد الجنة
فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يحب الله جل وعلا فليتبع هذا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الجنة إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالفه أو ادعى أنه آمن به لكنه لا يتبعه ويتبع البدع والمحدثات فهذا لا يستحق هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله جل وعلا بالإيمان، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع، لدليل هذه الآية وأمثالها. أما التوسل إلى الله جل وعلا بالمخلوقات، توسل إلى الله بالمخلوقين، فهذا ممنوع، ليس مشروعا. إنما يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا، اغفر لنا ذنوبنا. الغفر معناه الستر، أي استرها علينا ولا تخزنا بها. وكفر عنا سيئاتنا، أي امحها عنا بالأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا إليك حين نموت مع الأبرار، مع عبادك الأبرار. وهذا فيه الدعاء بحسن الخاتمة، أن الإنسان يموت مع الأبرار تحسن له الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فربما يكون الإنسان يعيش على السوء ثم يختم له بالخير فيدخل الجنة، وربما يكون العكس، الإنسان يعمل الأعمال الصالحة طول حياته ثم يزل عند الموت فيختم له بالسوء والعياذ بالله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يدخل الجنة. والعكس بالعكس. فالأعمال بالخواتيم خواتيم مهمة جدا. فالمؤمن يسأل الله دائما وأبدا حسن الخاتمة. توفنا مع الأبرار. ثم واصلوا الدعاء: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك الذين جاءونا ودعونا إلى الإيمان ووعدونا بالجنة. يسألون الله أن يحقق لهم هذا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، إنك لا تخلف الميعاد. توسل إلى الله جل وعلا بأنه لا يخلف وعده،
لا يخلف وعده سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده أبدا، إنما الذي يخلف الوعد هو المخلوق، أما الله جل وعلا ما لا يخلف وعده أبدا. فمن صدق معه وفاه ما وعده، ومن تخلف عن طاعته وفاه الله ما وعده من العذاب. فالله وعد المؤمنين وتوعد الكفار، والله لا يخلف وعده ولا يخلف وعيده إلا لمن غفر له. الوعيد قد يخلفه الله فيتوب على من أراد التوبة عليه، أما الوعد فالله لا يخلفه أبدا، لا يخلفه. آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا بدخول النار كما سبق يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ماذا أجابهم الله على هذا الدعاء العظيم؟ الله جل وعلا يجيب من دعاه بصدق، من دعاه بصدق فإن الله يستجيب دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، لا أضيع عمل عامل منكم، اطمئنوا على أعمالكم الصالحة أنها محفوظة، أنها محفوظة، لا ينساها الله جل وعلا ولا تضيع. وكذلك الأعمال السيئة محفوظة ولا يضيع منها شيء، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أني لا أضيع عمل عامل منكم، بل إنه سبحانه يضاعف الثواب على الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فالأنثى الصالحة لها أجرها عند الله مثل الرجل، فالرجال والنساء في الثواب والعقاب سواء عند الله سبحانه وتعالى، لا تفاضل بينهم في الثواب والعقاب من ذكر أو أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، أي أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضكم من بعض. فالمؤمنون جسد واحد وبنيان واحد، بعضهم من بعض. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا أفضل الأعمال الهجرة،
وبدأ بها سبحانه وتعالى في هذا. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بالدين، كما حصل من المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا بيوتهم، خرجوا مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم. وكذلك الهجرة من غير مكة إلى المدينة، الهجرة من بلاد الكفر عموما إلى بلاد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لا تنقطع الهجرة في الحديث، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها عند قيام الساعة. فالهجرة باقية لم تنسخ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلاد إسلام لما فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، صارت بلاد إسلام، صارت مثل المدينة دار إسلام، فلا داعي للهجرة منها، انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهما تساوتا في أنهما بلاد إسلام. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، شوف ما قال خرجوا من ديارهم، قالوا هم ما يريدون الخروج من ديارهم لكنهم أكرهوا على الخروج، أكرهوا على الخروج. الذين هاجروا وأخرجوا، أخرجهم المشركون من ديارهم، وأوذوا في سبيلي، أوذوا آذاهم الكفار في سبيل الله عز وجل بسبب إيمانهم اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، آذاهم الكفار في مكة كما هو معلوم في التاريخ والسير ما حصل من الكفار مع المسلمين في مكة، هذا لا ينساه الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وأوذوا في سبيلي، وهذا يشمل كل من صبر على دينه، كل من صبر على دينه على الأذى والسخرية من الناس، إذا صبر فإنه ينال هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا خاصا بالصحابة، وكل من ابتلي في دينه وصبر وتمسك بدينه يحصل على هذا الثواب وهذا الوعد الكريم. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا الكفار لما فرض الله الجهاد، بادروا بالجهاد، والجهاد من أفضل الأعمال، هو والهجرة من أفضل الأعمال، قاتلوا الكفار وقتلوا، استشهدوا في سبيل الله. الشهيد هو من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، ويغفر له كل الذنوب ما عدا الدين، الدين لا يغفر للشهيد حتى يؤدى عنه، أما بقية الذنوب فإن الله يغفرها. وقاتلوا وقتلوا، وحتى لو لم يقتلوا، إذا قاتلوا الكفار حازوا على أجر الجهاد، لكن إذا قاتلوا وقتلوا حازوا أيضا على الشهادة، على أجر الجهاد وعلى أجر الشهادة. ما هو ثوابهم؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم، الله جل وعلا يغفر لهم سيئاتهم بهذه الأعمال الجليلة، السيئات التي والذنوب التي صدرت منهم
الله يغفرها ويمحوها عنهم، وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب والخطايا. ولأدخلنهم، هذا أعظم، ولأدخلنهم جنات، شوف ما هي جنة واحدة، جنات متعددة، جنات تجري، سبحان الله، تركوا بلادهم وبيوتهم في الدنيا وهاجروا، عوضهم الله عنها جنات، جنات لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، جنات متعددة. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار مطردة دائمة، أنهار الماء غير الآسن، وأنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه، وأنهار الخمر الذي هو لذة، ما هو الخمر الخبيث، ما هو الخمر الخبيث، خمر الجنة يختلف عن خمر الدنيا، خمر الدنيا ما فيه لذة بل كريه المذاق، أما خمر الجنة فهو لذيذ، خمر الدنيا يغتال النفوس، يغتال العقول، فيصبح الإنسان متخبطا في عقله، سكران، أقل أحق من البهيمة. أما خمر الآخرة ما فيها غول، خمر الآخرة ما فيها غول، لا تغير العقول كما كخمر الدنيا، كخمر الدنيا لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا يخسرون أموالهم فيها مثل خمر الدنيا، خمر الدنيا يخسرون أموالهم، يخسرون أموالهم فيها، خمر الآخرة فهي تفضل من الله سبحانه وتعالى بلا ثمن، لأنهم قدموا الثمن في الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل مصفى، تعرفون العسل، وأيضا ما هو بعسل عادي يحتاج إلى تصفية، بل هو مصفى جاهز للشرب ولا فيه مكدر، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمر، هذا الشراب، ومع الشراب لهم فيها من كل الثمرات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وزيادة على ذلك ومغفرة من ربهم، كل هذا على ما أسلفوه من الأعمال الصالحة من الهجرة والجهاد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابا من عند الله، هذه الجنة ثواب على أعمالهم، جزاء على أعمالهم من عند الله لا من عند غيره، إنما هي من عند ربهم سبحانه وتعالى، لا منة فيها لأحد، لا منة فيها لأحد، ولا يخافون أنها تنقطع أو تزول، لأن الذي من عند الله لا يزول ولا ينقطع. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الثواب الحسن هو من عند الله سبحانه وتعالى، حسن الثواب أعظم من هذا أيضا، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. ثم لما ذكر هذا الثواب العظيم في الآخرة وذكر ما يحصل على المؤمنين في الدنيا من المضايقات ومن الابتلاء والامتحان، ذكر ما فيه الكفار من النعيم في الدنيا والأموال والأرزاق، لأن الكفار في نعيم في الدنيا وفي أرزاق في الدنيا وسعة من العيش، وهذا ليس من صالحهم، هذا استدراج من الله لهم ليس من صالحهم. فالله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي هذا الدين إلا من يحب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الكفار منعمون في هذه الدنيا ويتقلبون فيها في الأسفار والنزهات وغير ذلك على غرة منها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما هم فيه من الرفاهية من النعم. ثم ترون الكفار الآن عندهم قوات وأسلحة وبلادهم خصبة وعندهم صحة في أبدانهم وعندهم وعندهم، تجدون المسلمين أغلبهم في ضيق من العيش وفقر وفاقة. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يبتلى في هذه الدنيا لأجل أن يطهر ويمحص، ولأجل أن يستوفي أجره في الآخرة، والآخرة خير من الدنيا. أما الكافر فإنه يبسط له في هذه الدنيا. لا تغتر بهذا، لا يغرنك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني في الأرض، تمكنهم في الأرض، هذا لا يغرك، هذا من الله جل وعلا. ولو شاء ربك لما حصل لهم هذا، ولكن الله أعطاهم هذا لأجل أن يستدرجهم به، وعجل لهم في الدنيا، ولكنه حرمهم من الآخرة. أما المؤمن إن حرمه الله من الدنيا فإن الله يعطيه الآخرة، والدنيا فانية والآخرة باقية، الآخرة باقية. ولهذا قال متاع قليل، ما فيه الكفار من بسطة العيش والنعمة والغرور، هذا متاع قليل، خلاف الآخرة فإنها باقية. قارن بين هذا وهذا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. المؤمن وإن حصل عليه في الدنيا ما يحصل من الضيق والفقر والفاقة والمرض، له الجنة عند الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء وإن أعطوا زهرة الدنيا فإن لهم جهنم، ومأواهم جهنم. ماذا تنفعهم هذه الدنيا؟ تنفعهم شيء؟ ما تنفعهم شيء، يخسرونها. ومأواهم أي مقرهم يوم القيامة، مقرهم ومصيرهم يوم القيامة، المكان الذي يأوون إليه جهنم، يأوون إلى جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير، ولا يستطيعون الهرب منها، ما يستطيعون الهرب
من هذا المأوى ما لهم غيره، ما لهم غير هذا المأوى والعياذ بالله. مأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس جهنم المهاد يعني الفراش، فراشهم جهنم والعياذ بالله. لكن الذين اتقوا ربهم في هذه الدنيا وعبدوه استقاموا على طاعته لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك لهم جهنم. قارن بين جهنم وبين الجنات. لكن الذين اتقوا ربهم، اتقوا عذابه وخافوا منه وأطاعوه وقدموا لأنفسهم أعمالا صالحة لهم جنات، لهم يملكهم الله الجنات، ما هو شيء عارض ويزول، لا، لهم هذا، لهم دائما، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما سبق، نزلا من عند الله. ضيافة، النزل هو الضيافة، ضيافتهم عند الله الجنة يوم القيامة، وأولئك مأواهم جهنم نزلا من عند الله. وما عند الله من الثواب والجنات خير للأبرار من الدنيا وما فيها، وخير مما عند الكفار من زهرة هذه الدنيا. وما عند الله خير للأبرار. فقارن بين هذه الحالة الطيبة للمؤمنين وحالة البائسة للكفار. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لأنه سبق في أول السورة، سبق في أول السورة ذم اليهود والنصارى وما يجري منهم مع الأنبياء وذكر قبائحهم. الله جل وعلا قال: ما هم كلهم كذا، ما هم كلهم، لا، فيهم ناس طيبون، ولا يجوز التعميم بالحكم، لابد من الاستثناء، لابد من الاستثناء. فليس كل الكفر، كل اليهود والنصارى كلهم كما سبق، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. الله جل وعلا بين أنه ليس كل أهل الكتاب كلهم كفرة وكلهم، لا، منهم أناس آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وكذلك الذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم مستقيمون على طاعة الله فلهم أجرهم عند رب. لكن الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صار لهم زيادة أجر على من سبق، لهم أجران، لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهذا خطاب لأهل الكتاب، للمؤمنين من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، ليؤتكم كفلين من رحمته، يعني يعطيكم الأجرين، أجر اتباعكم للأنبياء السابقين وأجر اتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم.
وقال في الآية الأخرى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذه في أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين، مر على إيمانهم بالرسل السابقين ومر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه، من أجل هذا حصلوا على الأجرين، أنهم آمنوا بما أنزل إلى محمد وآمنوا بما أنزل إلى إخوانه النبيين من قبل. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم في القرآن وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل، وهذا في اليهود قليل، اليهود قليل منهم من أسلم، لكن أسلم منهم أفذاذ وأحبار مثل عبد الله، مثل عبد الله ابن سلام، الله